السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم سلطة بالفواكه، لا سلطة بالفواكه. نحتاج لهذه السلطة نحتاج إلى غاليطة أو بسكويت من أي نوعية يكون ماشي حلو بزاف. عندنا جو دورانج ولا جو لي بغيتوه، عندنا ياغورت ناتور سكري، عندنا أنا اخترت الفاكهة تاع الخوخ، ثلاث حبات خوخ، وعندنا جوج حبات بنات. مكونات بسيطة جدا، نحطو الفلفل، بسم الله، في فيغين تاعنا، هاد الكمية اللي وريتهالكم مديرش بزاف، في فيغين تاعنا، نضربو البسكوي من الكاليطة، نقطعها عشوائيا. نزيدو الفيغان تاعنا، نديرو قطع صغار، نسيب هاد القطع، نعاودو نشمخوها. الآن الفيغين تاعنا نخلوهم على جهة، بدينا الأولى بالغلط، الآن نبدو نقطعو في الفاكهة تاعنا، نبدو البنان، نفكرو الزهر، راني انتهيت من تقطع تاع الخوخ. الان نشوفو كيفاش نكملو السلطه تاعنا. نجيبو لي فيغين تاعنا، نحطو الخوخ، نكتف بهذا القدر. الان رشه خفيفه من الجو، نسيت باش نذكر لكم انه هذا الجو بدون حافظ اللي دايرته هنايا، هاي خلاص هكا بهذا القدر كما راكم تشوفوا. وضروري غادي نديرو له ياغورت ناتور، نكمل انايا
بيان غير مزوجه. بعد نوريكم ان شاء الله في الشكل الاخير للتقديم ان شاء الله. هي سلطة الكرهي واجدة، إن شاء الله تنال إعجابكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها في بيوتكم وتحطوا لي كومونتير تاعكم واش رايكم فيها. والسلام آخر الكلام وشهية طيبة.